والله الاسئله ديال البارح كانت خارجه على المعتاد، والمتبارين كانوا ديجا مولفين بواحد النوع ديال الاسئله قدام، وكما كيقولوا الا دخلتي شي حاجه جديده بحال في ناسيونال ما كيتقلب لك المفاهيم كاملين، ما تقدرش تستوعب داك الشيء جديد، ودوك الاسئله كان عندهم تمعنى. بحال دابا السؤال ديال الخمر، اين نوع واش شارب هذه ولا شارب هذه، ما شنو الفائده ديال السائق الا عرف واش غادي يشرب هذا، شنو التاثير ديال الكحول اللي كان غادي يسوق من بعد. وكنظن انه كان خصهم يرجعوا للسيستم القديم ديال 600 ولا 800 سؤال ياك، اللي كتركز فيه غير دوك 10 السلاسل الاخرين باش تفاليدي داك الامتحان ديال السياقه الكتاب. لا ما عندها تمعنى، ما كاينش واحد الرابور مع السائق، يعني دوك المواضيع اللي كيسولوهم عليهم في امتحان السياقه ما متعلقاش بالسائق بدرجه اوليه، فهمتي؟ يوعيو هاد السائقين جداد بالخطوره ديال الكحوليات على سبيل المثال، علاش دخلوهم، ويوعيهم بان الخطوره ديال الكحول على السائق كيفاش كتجلى. بزاف د الحوايج عاوتاني في الصحه ديال السائق كيفاش خصها تكون، شنو الاحتياطات اللازمه اللي خصها يدير، كيفاش خصو يتصرف في دي سيتوياسيون كيلكون كيف ما تحطات لي. كثروا من الاسئله باش يماجوريو لي سيتوياسيون اللي قدر يتحط فيهم السائق كيف ما كان ويعرف كيفاش يتصرف باش يتفاداو حوادث السير والخسائر البشريه والماديه. واش غادي نقول لك الصراحه، بان لي الاسئله غير منطقيه، لان بعيده على الميدان ديال السياقه، وعلى انا شفت في فيسبوك قال لك كاين الاسئله ديال القراعي ديال الشراب، اش من قرعه شرب باش انه دار داك الاكسيدون، ما فهمت بالي داك الشيء غير منطقي. انا كنقول انهم خص دار واحد المراجعه عامه، فهمتي، يعاودوا الهيكله ديال هذه الاسئله، وما فيها باس الا كانوا بغاو يزيدوا عدد الاسئله وكذا، يديروا شي انسبيراسيون من الدول المجاوره اللي متقدمه عندنا شويه في هذا الميدان هذا. ما كنظن ما محتاجينش نوصلوا حتى للتفاصيل هذه، ما عندها حتى شي معنى. انا دابا ما عندي حتى شي ديره، انا شفتهم كتبوا الفودكا وكتبوا شي سميات ديال تما شي شراب ما كنعرفوش، باش انا غادي نعرف؟ هادو هما فصلوا في التفاصيل اللي ما محتاجينش يفصلوا فيها. انا بالنسبه لي هي الا كتبوا غير الخمر راه صافي، راه الميساج واصل. ما يكتبوا الفودكا ويكتبوا الانواع بالضبط هذه ولا هذه ولا ما عرفت، بانت لي بيزار شويه ما عرفتش. انا شفت في مواقع التواصل هذا الصباح هذا شي اشارات شي تصاور، واش بصح ولا ماشي بصح الله اعلم. المهم خلي من داك الشيء اللي شفته انايا لا علاقه له بالسنه اللي فوت انايا ديجا وكدا، يعني لا علاقه لهم هذا الشيء هذا. كانوا في المتناول، اسئله باينين وواضحين، يعني اي واحد يقدر يجاوب عليهم. انا دابا شفت شي اسئله لا علاقه لهم، يعني كيقول لك زعما الطفل واحد المثال انا شفته واش بصح ولا الله اعلم، كيقول لك راك معك شي طفل موراك، فين الا وقعت شي حادثه فين غادي يتصاب، واش في الراس ولا في الرجل ولا في. انا السؤال هذا لا محل لهم للاعراب، ومقارنه مع الاسئله الاخرى لا علاقه. هما زادوا صعبوا، ماشي زادوا ما بينوش، يعني واحد الاسئله اللي خص شي اسئله تكون في المستوى، يعني اللي يقدر اي واحد يجاوب عليهم، شي اسئله على الشراب واسئله على لا علاقه بداكش صراحه. هي مزيان يكونوا اسئله تفصيليه، ولكن دوك الاسئله اللي بانوا لي مطروحين زعما في فيسبوك و بار يوتيوب هذوك خارج النطاق، زعما ما عندهم حتى شي علاقه. زعما الخمر، زعما شحال المعدل ديال الخمر كاين في المعدل في الجسم الانسان، بلي هذا ماشي سؤال منطقي. ما عنديش فكره علاش زعما الوزاره تاخذ بحال هذه الاسئله، ولكن ما كاينش. انا عندي بيرمي، دوز بيرمي هذوك مزيانين في المتناول، ما صعبش وما ساهلينش، مزيانين. بالنسبه لذاك الشيء خصهم يعاودوا يراجعوا فيه، يعني فيه اغلاط بزاف. الناس بالنسبه شحال من مدينه تيقولوا واحد ولا جوج اللي تينجحوا، والشيء الاخر ديك 90% كلها تتسقط، يعني راه كاين شي خلل هناك. يعني بحال المسؤولين ما باغينش عباد الله ولا الشعب ينجحوا، فهمتيني؟ يعني هذا الشيء دابا فيه التريكاج، خصهم ضروري غير يراجعوا. شحال من الناس دابا البارح كل شيء تيتشكى، كاع دوك الناس اللي دوزوا، كاين اللي دابا ما جا مع ديك 3000 درهم غير بالزز وفي الاخر غتمشي له، يعني راح شيوما خصهم ضروري يراجعوا المسائل ديالهم ويعاودوا اللي يرجعوا كاع للسيستيم القديم. دابا هما حتى دوك صحاب السياقه تيقال لك هذا الشيء ما عملناش شناه، يعني ذاك الشيء غريب. شنا شي اسئله في داك الشيء ديال التواصل الاجتماعي، تيقول لك تيسولهم على هذا الشيء ديال الشراب وهذا الشيء، عندك شي داك الشيء لا علاقه، تيقول لك الا شربتي هذه واش هذه، داك الشيء ما تيدخلش في السياقه، فهمتيني؟ يعني داك الشيء ضروري خصهم يراجعوا المسائل ديالهم.
ونتمناو خير ان شاء الله، ونتمناو اي واحد ان شاء الله دوز ينجح حتى هو فرح وهذا ويدير السياره ديالو.